عادت ظاهرة اختطاف وتهديد ناشطين من قيادات الانتفاضة الشعبية في اليمن للظهور مجددا، لذلك عقدت جلسة استماع لكشف خفايا عودة تلك الظاهرة. وزيرة حقوق الإنسان دعت لاستمرار الانتفاضة الشعبية طالما استمر الفساد والانتهاكات التي تطال أنصار الثورة بحسب وصفها. إذا كان أنتم يحميكم القانون، أنا أيضا مثلكم وزيرة الثورة ولا يحميني القانون للأسف الشديد. أنا بقول لكم هي، ولهذا الثورة ينبغي أن تستمر، الثورة ينبغي أن تستمر عن الفاسدين كما في كل مكان. انتقادات حادة وجهت لبعض الوزراء المحسوبين على الانتفاضة الشعبية بسبب غياب مساندتهم للضحايا من الشباب. لو كان المحتجزون من الحوثيين والحراكين، أقسم بالله وتالله أنهم لن يوقعوا حتى يطلقوهم. لكن لماذا نايمين؟ حالات عدة تحدثت في جلسة الاستماع عما تعرضت له مؤخرا بعد تظاهرات الأسبوعين الماضيين، وتوزعت تلك الحالات ما بين الاختطاف وتهديدات بالتصفية الجسدية ومحاولات خطف لأبناء الناشطين في الانتفاضة الشعبية. في هذا المكان بالتحديد في شارع القاهرة بالعاصمة اليمنية صنعاء، اختطف الشاب خالد الأبارة القيادي في الانتفاضة الشعبية قبل أيام في ظاهرة عادت مجددا إلى الشارع اليمني، يربط بينها شباب الانتفاضة الشعبية وبين الحشود الكبيرة التي خرجت في العاصمة صنعاء وبقية مدن البلاد قبل أيام. كان خالد وهو صاحب فكرة ما تعرف بالمنسقية الإلكترونية للثورة الشعبية قد اختطف عام 2011 لمدة 24 يوما، تعرض خلالها كما يقول لتعذيب نفسي وجسدي شديد، كما تعرض مجددا للاختطاف لعدة ساعات مساء الأربعاء الماضي، وأجبر كما يقول على خلع ملابسه، وتم تصويره تحت التهديد، وطلب منه وقف نشاطه في مكافحة الفساد ومناصرة الانتفاضة الشعبية. وقفت سيارة بجواري وأنا واقف في هذه المنطقة، نزل فيها من واحد جثة سمينة، وبعدين مسكني من الخلف وكان في يدي خنجر، وبعدين شعرت في الخنجر في وسط ظهري ويقول لي لو تحركت حركة واحدة ممكن أخرج لك بطونك. طبعا بعدين عطفني عطف لا داخل السيارة. استهداف شباب الانتفاضة مجددا بالخطف أو التهديد بالقتل يشير وفقا للضحايا إلى عجز بعض القوى السياسية المعيقة للتغيير عن تسيير مظاهرات مؤيدة لها وفقدان شعبيتها في الشارع اليمني، كما اعتبرها بيان لشباب الانتفاضة ردا على حشودهم المليونية وواحدة من محاولات ما وصفوه بالتحالف الجديد لقوى الثورة المضادة لوقف مسار التغيير الحاصل في البلاد. عبدالله غراب، بي بي سي، صنعاء.